أنا أحمد عبد المعطي سلامة، مصري من مواليد فبراير 48. صورة تذكارية ليا وأنا في مدرسة الملاحات الإعدادية، تلميذ في أسرة صلاح الدين. ومدرسة الملاحات دي في بلدنا، وبلدنا قرب البحر المالح اللي أبويا كان بيزرع فيها فدان وتلات أرباع بعيد عن الناحية المالحة من الأرض. دي صورتي وأنا مدرس في نفس المدرسة برضه، مدرس متخرج من كلية التربية تخصص تاريخ. كان تعييني في أكتوبر 71 ونكسب بقوة وحماس.
تحية العلم. بني آدم عادي ضمن ملايين الناس المنتشرين في الأرض، مجرد مواطن مغمور. لكن كان دايما بيشغلني سؤال وأنا ببص حواليا وأشوف دوران الناس في التيه اليومي، وأنا وياهم بجر حياتي ورايا بلا عنوان. مخلوق طارئ يولد ويموت. نفس سؤالي ده شغلني وأنا بدرس كتب التاريخ وبدرسها بعد كده، شغلني دايما وأنا باخد ودي مع نورة حبيبتي وإحنا بنحلم حلم قصير. كنت دايما بسأل آلاف الملايين ومحدش بيذكرهم أو يذكر حتى أحلامهم، اللي بيفضل في ذاكرة التاريخ ناس يتعدوا. طب ليه؟ هو احنا صحيح ملناش قيمة ولا دور؟ هو ده قدر الملايين؟ مخلوقات تولد لتموت؟ مرة سألت واحد صاحبي، ما هو كده يبقى اللي حصل مثلا في 67 أنا منه بريء، بس رغم كده أنا كنت بحس إن أنا مسؤول. طب إزاي؟ مسؤول وبريء تتحسب إزاي؟ لحد ما بعتوله اتجند بعد التعيين بشهور، وهناك على الضفة كنا بنستنى اليوم. كانت جوانا إرادة زي المية اللي بتغلي، عايزين نتحرك نغسل لون الذل من الصورة. ورجعت أسأل، طب إيه الفايدة؟ إيه الفايدة وأنا المغمور مع غيري؟ لا في إيدنا قرار ولا لينا دور في القول. وفي ليلة قالوا طوارئ 100%، تاني يوم في الظهر عبرنا، وسؤالي اللي شغلني لقيت الرد عليه، لقيته في لحظة الاستشهاد، ودي كانت لحظة ميلاد. لحظة وكانت مستنية أحمد عبد المعطي سلامة، لحظة ميلاد محفورة في اللوح المحفوظ. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة هنا القاهرة. وفي لحظة ما نفدت جواي الطلقة حسيت أنا مين، وأنا في وجه الموت الأعظم الأشبه بالميلاد، وأنا رجلي على عتبات الاستشهاد بانت نفسي الحقيقية. حسيت والأول مرة إن أنا مش مخلوق طارئ يولد ليموت، حسيت إن أنا كائن له قيمة ودور. لكن ما فهمتش ده بوضوح إلا ساعة ما لقيتني في ضرب الاستشهاد اللي بتكلم منه، لما قابلته جدي خونا نوب اللي نشأ في نفس بلدنا الملاحات، فلاح وادي الملح أيام الفرعون، أول فلاح تذكره كتب التاريخ. قابلته عشان ما يبان الرد صريح، وكان وياه فرعون فلاح
مع فرعون الاتنين اصحاب. طب ازاي حفيد يا اخناتون؟ احمد عبد المعطي سلامه جاء من بعد قرون مرت من الزمن، جاء من الزمن الاخير وبنفس الوادي، وادي الملح يا فلاح الوادي. نفس الوادي يا فرعون بس اسمه دلوقتي الملاحات. بس اللي اعرفه برضو يا جدي انه ما كانش الفرعون وقتك اخناتوه، كان امنحوته الثالث. كان ابوه الفرعون، كان امنحوته الثالث من انكرني، من انكر شكواي من البهتان. لم ينكرها، وكما اخبرتك يا اخونا نوب. وانا اخبرتك اني لا ابغي ان اسمع شيئا مما كان. ما كان كان. دعني افرح بحفيدي اذ جاء الينا من درب الشهداء. اخبرني يا ولدي، من قتلك؟ بقيود القهر قتلت ام سيف الظلم اصابك؟ لا يا جدي، انا ما متش مقهور. موتي ده كان نور، باستشهادي صلحت ميزان العدل المكسور. أمة بحالها اتصالحت مع روحها، لكن أنا لسه محتار مع روحي. حفيدك حقا من نسل فلاح فصيح يا أخونا نوب. لكن كلامك مبهم، أنا لا أفهم. رح تفهم لو فهمت حفيدك في الأول. أنا جواه سؤال واستشهادي ما وصلنيش لسه الجواب، وأكيد الرد هلاقيه وياك. قد لا أملك أي جواب. لا مش معقول، إحساسي بيقول لي الرد معاك. هل حقا يا أخونا نوب لا تملك أي جواب لحفيدك؟ ما أعرفه يا فرعون أني حتى مماتي لم أنصف، وأبوك الظالم يا فرعون أنكر حقي. هذا ما أعرفه يقينا يا فرعون. إذا نسمع لي كي تفهم مكان، وكفاك عنادا. من فضلك يا جدي اسمعلي واسمعلي، أنا فعلا محتاج لك، أنت كمان محتاج للرد. عما تسأل؟ وأنا في الدنيا كنت بحس وأشوف إن أنا داير في طحونة متغني، بجر حياتي ورايا بلا عنوان، نكرة ومغمور. لكن وانا في لحظة الاستشهاد اتحولت لكائن تاني، كائن غير محدود القدرة. ازاي ممكن اكون ده وده؟ ولا اللحظة دي كانت بس مجرد احساس؟ طب ايه دوري ودور فلاح زيك في صنع زمان الناس لو كان ده مجرد احساس؟ لا املك هذا الرد. بل تملك، ولتحكي لحفيدك. احكي لحفيدك ولاحكي انا ايضا عما كان، وانسى عنادك لحظه يا اخونا نوب حتى يتجلى النور والحق يبين. Thank you.
أخونا نوب. تمضي بحميرك أخونا نوب إلى أين؟ تعرف يا رئيس الجندي بأن السوق هنا حيث حميري تمضي بالمحصول. إذن تمضي بحميرك نحو طريق خاطئ. وأين أبيع المحصول إذا لم أمضي به نحو السوق؟ لن تمضي بحميرك والمحصول إلى السوق، لن تعرض شيئا للبيع. ما الأمر؟ ماذا تعني؟ سينزل محصولك ضيفا في صومعة أمير البلدة. في صومعة أمير البلدة؟ وحميرك أيضا سيكونون ضيوفا كالمحصول. ولما ذلك كله؟ عقابا لك. وعلام أعاقب؟ أهلكك لسانك يا أخونا نوب. وماذا فعل لساني؟ ماذا قلت؟ تمضي وتردد في كل القرية أن حصادك أفضل من كل حصاد أميرك. ما قلت بأن حصادي أفضل من كل حصاد أمير البلدة أبدا. ها أنت توضح سببا آخر لعقابك يا فلاح. ما من مرة إلا وتقول أمير البلدة، وكأن أمير البلدة هذا ليس أميرك. أوليس أمير البلدة وبأمر الفرعون؟ هو ليس أميري وحدي، هو مسؤول عن كل أمور البلدة. بل هو سيدك، أميرك. طيب طيب لا بأس، سأعيد النظر بهذا الأمر. وحصادي هذا العام هو الأسوأ، هل هذا ينهي الأمر؟ نفذ ما آمر به، لا تتغابى. هيا 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 هيا. كفقير جئت لتدركني من ظلم الظالم. المعبد حضن للكل هنا، لجميع الناس في تلك البلدة يا ولدي. أقدم، خبرني من ظلمك. جنود أمير البلدة أخذوا كل حميري والمحصول. كيف لهم أن يقترفوا هذا الشر؟ اذهب لأمير البلدة وأخبره فورا. أخذوا ما أخذوا وبأمر أمير البلدة يا كائن قريتنا، هذا أمره. أمير البلدة ما جاء به الفرعون كي ينهب أحدا يا ولدي، وأنت هنا في معبد أمون، فلا تكذب أو تلقي بالتهم بزافا. أنا لا أكذب، بل أبلغك بما قالوه. تلك أوامره أن أنهب. فلتتأكد يا ولدي حتى لا تخطئ. ذهبت بنفسي خلف الجند ورأيت المحصول بعيني داخل صومعة أمير البلدة، وحميري ضمت لحميره. هذا ظلم لا يعقل، لكن فكر يا ولدي وتذكر، ربما أخطأت بحق الآلهة فبلغ أمير البلدة جرمه. ما أجرمت بحق الآلهة ولا أملك. إن كان كذلك ما الأمر؟ أتراك أخطأت بحق أمير البلدة وأسأت إليه؟ رئيس الجند يقول بأني أمضي في القرية وأردد أن حصادي أفضل من كل حصادي، وأنا ما قلت بهذا. حتى لو قلت، هذا لا يعطيه الحق بأن. ما اسمك يا ولدي؟ خونا نوب. ماذا؟ أنت إذن خونا نوب؟ نعم. خبرني، منذ متى لم تحضر للمعبد يا خونا نوب؟
أسألك، أجب يا ولدي؟ لا أذكر، فأنا مشغول بالأرض طوال العام ولا أحد يساعدني في عيالي أطفال. ما وصل لعلمي أنك تكره أن تحضر للمعبد يا أخونا نوب. أكره؟ ويجول بخاطرك كثيرا أن تسخر من سادتك وكهانك يا أخونا نوب. أنا لا أسخر من أحد، لكن ماذا؟ أفصح دون كذب، فلدي رجالي ولدى جند أمير البلدة أخبارك. أكذا يا كاهن آمون؟ لا تتنمر لي كذب، أجب. أنا ما قلت سوى أن أمير البلدة يقصو في جمع جبايته منا. بل ما هو أسوأ، أنا أيضا نال لسانك مني يا ملعون. لا تشتمني، فأنا لا أشتم أحد. تتحدث أنت عن الحق في حضرة آمون وأنت الملعون الكاذب المتطاول؟ ما هذا يا كاهن؟ أية لعنة؟ جئتك كي توقف هذا الظلم فتحولت بفضلك متهما ملعونا. أنت بذلك كف، وإلا انشقت تلك الأرض وابتلعتك. ولتسمع، إني أمنحك الفرصة لتكفر أو تهلك. ترى كيف أكفر يا كاهن؟ تذهب وسط البلدة تعلن عن خطاياك بحق الآلهة وبحقي وبحق أميرك. وتعود حميري أم تذهب قربانا يا كاهن كي تعفو؟ عن أي حمير تتحدث ومصابك فادح؟ اغسل عنك خطاياك بطلب المغفرة لتنجو. هذا لو قبل قربانك كبير الآلهة آمون. لا يا كاهن آمون، هذا بهتان، وأنا لن أستسلم للبهتان حتى لو مت. أمهلك ثلاثة أيام، تنجو أو تهلك. لن أطلب غفرانا عن ذنب لم أفعل، لن أطلب حتى لو مت قتيلا يا كائن آمون، ولن أتراجع عن حقي أبدا حتى الموت. كاهن ملعون بصحيح. كل الكهنة هم أصل بلائي وبلاء الناس. ده كأنه كان عارف من الأول اللي حصل وياك. كان عارف؟ كان رئيس الجند هناك. هناك فين؟ في المعبد؟ حين خرجت أنا وتركت الكاهن في بهو المعبد ومررت بمدخله حيث هنالك حجرات يعبرها المدخل، لمحت رئيس الجند. سبق رئيس الجند إلى الكاهن يا أخونا نوب، وكعادة كل الجند بتآمرهم والكهنة. وما هموش إنك شفته؟ بل يتعمد أن أشهده كي أعرف. تعرف ايه بالظبط؟ عرفت الان قدر ذكائك وشجاعتك الكبرى يا فلاح. جئت واخبرت الكاهن قبلي. ما زلت الفلاح الابله، تتصور انك اذكى. يا جحش. الكاهن من رتب هذا؟ الكاهن من رتب؟ رتب مع مولاك. كيف يكون الدرس بمن هو مثلك؟ حشرة. لا بأس إذن، مع أني لست بحشرة. ما أنت سوى حشرة. إن كنت مجرد حشرة لما لا يدهسني مولاك بقدمه؟ لا يحتاج أميري أن يدهس حشرة. حشرة؟ أو تعلم، لست المقصود بهذا الدرس. المقصود جميع الفلاحين ببلدتك التعزة، ولكي يعطي الدرس احتاج لفلاح مغرور أبله، ثرثار يتطاول طول الوقت، يكشف ما يخفيه الفلاحون الخبثاء بقلوبهم السوداء. والآن نفذ ما أمر الكاهن به وبلا تأخير. الآن هو
وإن لم أفعل يأتي دوري. ولتعلم أن عيوني تتبعك بكل مكان حتى غرفة نومك، فلتطلب رحمتنا والغفران ومنذ الآن، أو لن تجد الفرصة حتى للندم المر. كده تهديد بالقتل صريح. ولجأت إلى الفرعون أبي. لم أذهب للفرعون أبيك. المهلة 3 أيام وتموت. أنا أعرف يا أخونا نوب، ذهبت أسرعت بلا وعي نحو الناس. عايزهم يقفوا معك؟ والخوف. الخوف زرع الكهان الخوف بكل مكان فأفمر. والمهلة، المهلة قبل تمام المهلة ذهبت إلى الفرعون. ذهبت إذن؟ ذهبت. أولم تشهد في ركن القاعة قرب العرش صبيا يجلس؟ كنت أنا. لم أشهد إلا وجه أبيك المتغطرس، وعيوني لا تلتفت لغير سواه. لم يبق أمامي من ملجأ إلا إياه. لما تقف ببابي يا فلاح؟ مولاي الفرعون الأعظم، سيد تلك الأرض، يا فرعون الوادي، يا أعظم العظماء، يا عاد أخسر يا فلاح. أنا أصف الفرعون مليكي حتى يقع الوصف على الموصوف، حتى يتجلى عدله. أنت هنا فوق العرش الملكي لتكون الأعظم في الحكمة والعدل. أنت بتلك الأرض توجه كل الأشياء، ما كان وما لم يحدث. وأنا فلاح من وادي الملح أتيت كي أرفع لمسامعك الملكية شكواي. مما تشكو؟ أخذ أمير البلدة ما أملك، كل حميري والمحصول، وأنا بطريقي لأبيع بسوق القرية. أميرا في مملكة الفرعون الأعظم يظلم؟ الكهنة والأمراء هم جند الحق بمملكتي. الفلاح يا مولاي يشكك في عدل الآلهة وعدلك. مولاي أنا ما جئت أشكك في آلهة المعبد، أنا جئت إليك وما أكذب لو حققت الأمر. فأجب مظلمتي، انظر فيما فعل أمير البلدة وتحقق. مملكة ابن الآلهة الأعظم لا يظلم فيها أحد يا فلاح، ولا يسمح مولاي أن يسأل كاهن تلك البلدة عن هذا الفلاح وما يزعم. كيف؟ كيف وكاهن بلدتنا قد رتب معه؟ أدادني؟ أمهلني؟ إياك! إياك أن توغل في الكذب إلى أبعد من هذا. وليسمح مولاي ليخرج هذا الفلاح لينجو من لعنة آلهة المعبد. مولاي الفرعون فلتذهب. حاصرني كاهن بلدتنا في معبده بالبهتان، وبقصر الفرعون تصدى رأس الكهنة. الكهنة وكبير الكهنة أصل اللعنة. يعني إيه؟ كده خلصت؟ خلد اسمك في التاريخ لمجرد انك قدمت شكوى للفرعون ورفضها ورجعت للملاحات مقهور؟ طب ازاي رجعت بلدنا ازاي وقلت للناس ايه كده؟ شكوى وخلصت؟ بل شكوى ودفعت الثمن الغالي حين جرؤت عليها. لا استنى بقى، انت كده بتفكرني بسؤال كان بيشغلني دايما وانا في الدنيا وانا بقرا كتب التاريخ. لا الناس لها قيمه ولا ذكر ولا حتى الاخيار منهم، كان التاريخ لا يذكر الا اللي زي ده. هتلر. مين هتلر؟ واحد من الاشرار اللي تربع في ذاكره التاريخ. لكن انت قابلته. ايوه قابلت الفرعون تاني زي انا ما قريت في كتب التاريخ.
ودفعت الثمن الغالي. لا يا أخونا نوب، لم تشهد كل الأحداث لتحكم، فهنالك ما خفي عليك ولم تشهد، ولتسمح لي أن أكمل حتى تعرف وحفيدك أنك مخطئ. مولاي فرعون، فلتذهب. أنت هنا فوق العرش الملكي لتكون الأعظم في الحكمة والعدل. أنت هنا فوق العرش الملكي لتكون الأعظم في الحكمة والعدل. أنت هنا فوق العرش الملكي لتكون الأعظم في الحكمة والعدل. لما لم تنصف هذا الفلاح أبي؟ هو يا مولاي كاذب. لما يكذب فلاح مسكين؟ لا تتركه يعود كثير القلب أبي، لا تتركه ينوء بهذا الظلم. خدع الفلاح الملعون أميري ويحق عليه القتل. القتل كذلك؟ اهدأ اهدأ واذهب لجناحك. طاردني ما كان بداخل أحلامي، طاردني هذا الظلم كما طارد أخونا نوب على الأرض. لا ليس حلما، الكهن قتل الفلاح. لما يا أبي، لما أنت تركت الفلاح المسكين ليظلم؟ لما أنت تركت الفلاح ليقتل؟ قال الفلاح: أنت هنا فوق العرش الملكي لتكون الأعظم في الحكمة والعدل، فلما تظلم فلاحا في مملكتك؟ وأكيد أن الكاهن أمر بقتله. ما بك يا ولدي؟ أمي، الفرعون أبي ظالم. ويحك، أوف أجيبي، لما ترك الفلاح المسكين بلا إنصاف؟ لما ترك الكاهن يسحق هذا الفلاح أمامه؟ ليس من اللائق أن تنطق بكلماتك تلك وهنا في قاعة عرش الفرعون أبيك. هيا هيا يا ولدي. Thank you.
أتظن أن أباك الفرعون العادل ظالم؟ ما حدث أمامي؟ ألم تفهم؟ طرد الفلاح كثير القلبي، أيضا قد يدركه حراس المعبدي كي يقتل كما نطق الكاهن. وإذا أخبرتك أن أباك الفرعون تأثر أكثر منك من أجل الفلاح المسكين، أتصدقني؟ ماذا؟ حدثني الفرعون الليلة عن هذا الفلاح. يعرف أن الفلاح صدق ولن يكذب؟ يعرف. وإذا لما أنكر حقه؟ لما طرده؟ كي يمضي ويعود. أنا لا أفهم. يفتقد أبوك الفرعون هناك إلى كلمات الصدق من حاشيته وكذا من كهنة آمون. لا يسمع إلا كذبا ورياء، لا يشهد منهم إلا ما يحزنه ويثقل قلبه. الفرعون؟ الفرعون القادر. لكن ما شأن الفلاح بهذا؟ أراد والدك أن يخرج كل كنوز الصدق وكلمات الحكمة من صدر الفلاح الصادق، إذ يمضي ويعود، يمضي ويعود. وكيف له أن يضمن أن الفلاح يعود؟ قد ييأس، قد يقتل. لا، أرسل الفرعون خلف الفلاح من يقنعه كي يبقى ويعود، يجاهر بالحق بكل مكان حول أبيك. قد يدركه الكهنة. لا تقلق، أرسل كذلك من يحميه دون أن يشعر. لو عاد وأخرج كل كنوز الصدق بصدري، هل ستعود إليه حميره؟ يطمع والدك بما هو أكثر، أن يجعل كاهن بلدته وأمير البلدة معه مثلاً للأشرار في مملكته، أن يفضحهم. الآن اطمأننت؟ لا يا أمي. حقاً؟ هل يحتاج أبي أن يفعل هذا كله كي يضمن للناس العدل؟ لابد أن الكهنة أقوى منه. حضر ابن الآلهة الفرعون ليقدس آمون. لا تقتلوا يا كهنة. باسم آمون أكبر آلهة الوادي، يبارك فرعون ابن الآلهة الأعظم حيث جاء ليقدم القرابين لكبير الآلهة. أنصفني قبل دخولك معبد آمون الأعظم، أنصفني. كيف أتى هذا الملعون؟ أولم أمر؟ فليتفضل مولاي الفرعون ابن الآلهة الأعظم وليدخل معبد آمون. هو ليس الفرعون لأنك متملقه، هو ليس الفرعون إذ يمشي في موكب ويباركه كهان المعبد. ويحك يا مجنون. لا يا مولاي، أنت الفرعون لأنك من يرسي في هذا الوادي العجل، أنت الفرعون لأنك والد كل يتيم، رجل للأرمل، أخ للمنبوذ من الناس، ثوب للطفل المحروم من الأم. هذا ما يتصوره خوننوب، وما يتصوره كل فقير في هذا الوادي. هذا الفلاح الملعون يوشك أن يفسد حفل المعبد. فلتسمع لي يا مولاي، لا لطبول الموكب، صوت الحق هو الأبقى من كل الكهان. بدد يا مولاي الكذب واصغي إلى الصدق من قلبي ولساني. أوشك أن يدهس هيبتنا يا مولاي، فليقتل.
هل ينقذ هيبتنا قتل الرجل أمام الناس؟ لب يا مولاي نداء الداعي، اطرح أرضا ما نلقى من شر. أطلت كثيرا يا فلاح وصبرت عليك. أتكلم وأطيل عسى أن يلمس صدقي قلبك يا مولاي، وأمام المنتظرين لكلمتك المنصفة لشخص فلاح فقير مثلي، أعلن أمامك يا مولاي أن أميرك سرق حميري. لكنك لا تتصور أن أميرك يسرق. حقق يا مولاي الفرعون، حقق بنفسك في الأمر. هل أرسلت لكاهن بلدتهم يا رأس الكهنة؟ أرسلنا يا مولاي، فأفاد أن أمير البلدة رجل طاهر. كذب الفلاح. بل كذب الكاهن، والكاهن يعرف لما يكذب، لما شارك في سرقة مالي وحميري، لما هددني ورئيس الجند هناك. جن الملعون. كهانك والأمراء بأرضك ليسوا جندك بل جند الشر. الفلاح يعوق الموكب. يا خلاص المعبد، من يرفع عنا الظلم ما بين الكهنة والأمراء يا حامي العدل؟ أتحمي الظالم؟ أنت بصير أصبح أعمى، أنت سميع صار أصم، صار أصم، أصم، أصم. ساعتها يا أخونا نوب قلت بأنك هالك، هالك. كأن رجال الكاهن يقتادونك للموت بلا إمهال. سجون الكهان، سجون لا يعرف عنها أحد شيئا. من دخل بها لا يخرج أبدا. ما كنت لأعرف هذا حتى هرولت إليها. أمي، أمي، ماذا بك؟ الجند اقتاد الفلاح لقتلي. اهدأ يا ولدي. أهو لم يخبرك أبي أن الفلاح حكيم صادق؟ لما تركه للجند يقتضوه إذن؟ اهدأ، اهدأ. فاض الفلاح بما عنده، لم يبقى لديه كلام. لما، لما لم ينصف؟ لما يتركه للجندي لكي يقتل؟ هو لم يقتل. حقا لم يقتل يا أمي؟ بل ذهب إلى سجن المعبد. سجن المعبد؟ هل معبد آمون كبير الآلهة به سجن؟ سجن تحت الأرض. وبأمر أبي؟ بل أمر الكهنة، لا يعرف بالأمر أبيك. لا يعرف؟ هذا ما يعتقده الكهنة. لكن أبي يعرف. يعرف. ولماذا يتركه؟ إن مواجهة الكهنة يا ولدي، الفرعون القادر لا يقدر. ليس الأمر بهين. هذا ليس بفرعون. العبء ثقيل فادح على من يجلس فوق العرش بهذا الوادي. كيف له أن ينقذ هذا الفلاح يا أمي والأمر كذلك؟ هو وعد بذلك. إذن يخرجه من سجن المعبد. لا، بل سوف أدبر هذا بنفسي. لابد وأن يبدو والدك أمام الكهنة لا يعرف. وإذا عرف الكهنة أن فرعون يعرف يا أمي؟ خطر يا ولدي، لا يمنعهم شيء عن فعل أي شيء. والآلهة وكبيرهم الأعظم آمون، ألا يخشاهم كهان المعبد؟ الآلهة. أمي، دعنا يا ولدي نسعى كي ننقذ هذا الفلاح فحسب. هذا شيء مرعب. فلاح وأبي ملح، المدعو خلا نوب المهبول. جاء موعد موتك يا خونا نوب. هيا يا دودة، هيا يا دودة.
تعدينك للموت؟ ظل المقصلة تجلى في صوت الحارس حين أتاني. لكن أنت إخناتون قلت إن الملكة وعدت إنها تخرجه من سجن المعبد. حفيدك مثلك يا أخونا نوب عصبي لا يسمع. لو كان الدين هيته يبقى أبوك المسؤول. صبرا يا هذا. ذاك الفرعون أبي، لو قتلوه الكهنة يبقى أنت المسؤول، واستسلامك للكهنة عار. وضح للفلاح حقيقة ما كان. وضح ما كان يا إخناتون. أنا مثلك، ما كنت لأفهم حتى كنت على العرش. إيه ذنب الناس؟ الناس عليها ألا تصمت، وكما أعلن جدك رفضه. أولم تسأل منذ أتيت إلينا من درب الشهداء ما دور صغار الناس؟ أولم تصنع شيئا ذو قيمة وكما قلت بموتك؟ لكن موت جدي معاكم. الآن فهمت؟ إيه اللي فهمته؟ فهمني يا جدي. أخبره الآن فقط، هل ذهبوا بك من سجن المعبد للموت؟ لا، بل أخذوني لسجون الفرعون المعهودة يا إخناتون. طب ليه وإزاي؟ إيه بس اللي يخلي الكهنة يكشفوا روحهم بعد اللي اتقال؟ هي قالت: العبء ثقيل فادح على من يجلس فوق العرش بهذا الوادي. وكأن الأمر قد تحول يا كاهن آمون إلى قلق في النوم، كوابيس تطارد ولدي، وكأن مصير الكون ارتبط بمصير الفلاح. مولاتي ملكة الدين، إن أمير الوادي وابن الفرعون يحتاج أن يتعلم إن الضعف أمام العامة لا يتصف به الفرعون، وأمير الوادي سيكون الفرعون، والفرعون لا يخدع خبز الدهماء ولؤم الفلاحين. هذا ضعف سيزول مع الأيام يا كاهن آمون، لكن حتى يبرأ ابني منه أريد أن نتعاون في تهدئته. مولاتي الملكة، سأزور ابن الفرعون أهدئه، وليعرف أن الفلاح لعين مخبول. هو يحتاج الآن إلى ما هو أكثر، أن تحضر هذا الفلاح إلى الفرعون. ماذا؟ وأن ترجو الفرعون أن يعفو عن شطبه ويأمره بالعودة مع بعض المال. وكيف لنا يا مولاتي أن نحضر هذا الفلاح وقد عاد إلى بلدته هذا المخبول الملعون؟ لا، هل ظهر أمام القصر ثانية يا مولاتي؟ بل بعض وصيفاتي شاهدنا هذا الفلاح وجند الفرعون يقتادونه. جند الفرعون ألقوا القبض عليه؟ قد تسألني لما لا أطلب هذا وبنفسي من مولاك الفرعون؟ هذا ما ضرب خلدي بالفعل يا مولاتي. هو يسمع لك، هو يشهد دوما في كلماتك كل الحق، هو أيضا مثلك لا يرضى بمشاعر ضعف ابني. لذا لو أنك يا كاهن آمون رأيت أن الإله الأكبر يرى في عفو الفرعون عن الفلاح نوعا من قربان أو ما شابه. مولاتي، لما لا تدعيني أتحدث مع ابن الفرعون ليدرك أن الفلاحين ودهماء الوادي هم أعداؤه منذ الآن، إن لم يكن الفرعون إلها ابن إله في أعينهم؟ يا كاهن آمون، أضمن لك أن يصغي ولدي لنصائحك المثلى، لكن حقق له هذا المطلب حتى يبقى راسخا في ذهن صبي غض، فضلا لا ينساه لكاهن آمون الأعظم. أحضر فلاح وادي الملح
من سجن الفرعون إلى عرش الفرعون، ورتب أنت لخلاصه. وحكت لي أمي ما كان، وكأنك يا أمي مع كاهن آمون الملعون تضعين مصيري بين يديه رهينة حتى يطلق هذا الفلاح. وحين علمت يا مولاي أن جنودك اقتادوه إلى السجن دون علم منك، تدخلت على الفور. فهذا الفلاح المسكين التعس المنكود صار بهذا زقيما، وكان تخبطه وجنونه يمس هيبتك القدسية. فليسمح مولاي أن يأتي هذا الفلاح المسكين إلى هنا، ولتطلق صراحة ليعود إلى بلدته ليشفى بين ذويه. فليدخل يا كاهن آمون. فليدخل فلاح وادي الملح المقبول. ما زلت تصر على أن أمير البلدة قد سرقك يا فلاح؟ أرى أن نترك هذا يا مولاي. بل يتكلم قبل ذهابه. هل يتحمل رجل هذا كله عن بهتان وكذب؟ مولاي، إن تطلقني إذ أني رجل مخبول لا تطلقني، بل دعني في السجن حتى تدرك وجه الحق. نقب وجه الحق. ما عاد الأمر حميري والمحصول، بل صار الحق بنفسه. إن لم تدرك وجه الحق وتتمسك به، ستدور الدائرة عليك يا فرعون الوادي. مولاي ليذهب. أكمل يا فلاح. إن أهملت علاج السوء أصبح سوءين، وأهلك يا مولاي الحرث والنسل. وأنت القاضي، والقاضي إذ يعطي ظهره للمظلوم يصبح أسوأ ممن يقتل أو يسرق. فلتخلى القاعة أو يذهب هذا الفلاح. فليبقى كل منكم في مكانه. أكمل يا فلاح. أنت كصاحب مركب لا يحمل إلا من يعطيه الأجر، أنت وجماعة لا رأس لها، وسفين يبحر من دون الربان، أنت العادل دون عدالة. كف الآن وإلا ستفقد عمرك يا كلب. بل يكمل يا أبتاه، دعه ليكمل. أكمل يا فلاح. استمع إلى قلبي، قلب فلاح يتعرش باللوم إليك. لن تسمع من كهنتك وأمرائك مثل كلامي أبدا. تملك أنت الفرعون أرضا وبيوتا وصوامع ومخازن، من أمرائك أو من كهنتك الأعلون، لكن من أنت إذن؟ من أنا يا فلاح؟ أنت الفرعون ابن الآلهة الأعظم. الآن أنا أعلم أن اللص لا يزهق روح الشر فهو يعيش بها، ولا يسمع لكلام الحق إذ هو يخشاه، لكن العدالة خالدة.
اعلم يا فرعون هذه الأرض أنك قاتلي. فليأتي الموت إلي فقلبي مستريح، لم أنصف لكني أنصفت الحق بوجه الفرعون الأعظم. لم أنصف لكني أنصفت الحق بوجه الفرعون الأعظم. أنصفت الحق بوجه الفرعون الأعظم يا أخونا نوب. لم أنصف لكني أنصفت الحق بوجه الفرعون الأعظم. لكن لم ينصف وأكيد قتلوه. تعال يا جدي، تعال يا جدي وفهمني كده. كبير الكهنة رمى ورا ظهره الوعد لما جدي عراهم على الآخر، لكن ضاع هو وحقه يضيعوا. طب إزاي؟ إزاي؟ ونسيت سؤالك حين أتيت إلينا من درب الشهداء عن قيمة جدك هذا؟ معنى ما فعله؟ عن معناك وقيمتك بتلك الدنيا أنت وكل عموم الناس؟ أنا موتي كان بتمن، لكن اللي أنا شايفه دلوقتي تمن فادح قدمه جدي وضاع. نسيت كل الأسئلة دلوقتي. بل جاء أوان جواب الأسئلة الأولى. من يصنع تاريخ الإنسان؟ وأوان نهايات الأسئلة الأولى. من خونا نوب؟ ولنبدأ بخونا نوب. خونا نوب أنصف في وجه الفرعون الحق، لكن ضاع منه الحق. أعني ما هو أبعد؟ إن أمنحتب الثالث والدك الفرعون عرف وتأكد إن العظماء في مملكته هم النكرات اللي بيدفعوا تمن الشر. بل أبعد من ذلك، جدك خونا نوب وكلماته وكذا ما فعل مع فرعون مع الكهنة كشف أمامي كل الزيف، زيف الآلهة المصنوعين، ومنه تعلمت وأخذت أنقب من ساعتها عن نبع واحد يحكم هذا كله، نبع للحق وحيد، معنى للخير وحيد، نبع واحد. لا آلهة متعددة تجعلني في تيه مفزع، تجعلني أتساءل أين الحق وأين الخير في رغبة الآلهة المتصارعة على قدر الإنسان في أيدي الكهنة. وأضاءت كلماتك خونا نوب، وما عنيت طريقي كي أدرك أن لهذا العالم نسق واحد، رب واحد يتجلى في كل الكون. وولدت هنا، وكما أنت ولدت بلحظة الاستشهاد ولدت أحرف اسمي إخناتون. وكما وجه خونا نوب البختان، وجه إخناتون الكهنة والأوهام، اختار طريقا دون رجوع. أرفض أن تتحدث باسمي يا كاهن آبون،
إني منذ الآن اسمي إخناتون. إخناتون؟ كيف؟ كيف؟ أتعني يا مولاي أنك... أعني ما وصل لفهمك. هذا أمر يا مولاي يخص الكهنة، فلتسمح لي. هذا العالم لم يخلق لحساب الكهنة دون الناس. دقق بكلماتك يا مولاي، ولتترك للكهنة فرصة أن تسمعهم. لا فرصة منذ الآن للبهتان. العالم لم يخلق كي تتقاسمه الآلهة على قدر هوى الكهان أو الفرعون. إذن من خلق العالم هذا إن لم يخلق من صنع الآلهة؟ لا يا كاهن آمون، هذا العالم من صنع إله واحد. يا مولاي الفرعون تمهل، ذاك هلاك. ما أعلنه يا رأس الكهنة أعرفه وأراه يسطع لي ويعري أيضا حولي حيوانات شائهة تتقافز تتلوى. أمساخ أمساخ. مولاي الفرعون يتحدث لي أنا؟ أنا كاهن آمون الأعظم؟ أفق يا مولاي. أعرفك تماما يا كاهن آمون، خلف قناعك وجه مهرج ذو أنياب، تحت رداء الكهنة هذا جلد الثعبان وأفكار الثعبان، هذا هو أنت. مولاي الفرعون فلتسمح لي، المعبد مفتوح للقائك في أي وقت. أغلق أبواب المعبد دوني يا كاهن آمون، ولتعلم منذ الآن أنت ومن يتبعك من أمراء النهابين أني أعلن في أهل الوادي أن ينطلقوا أحراراً منكم أبراراً، وكما الأطفال الأطهار تحت سماء إله واحد خالق هذا العالم دون شريك. ومن الآن لتغلق كل المعابد. فرعون عدو الآلهة المجنون، فرعون عدو الآلهة المجنون. واندلع سعار الكهنة كالنار بكل مكان حولي. فرعون المارق والزنديق، فرعون عدو الآلهة المجنون، فرعون ملعون ملعون. خلقت بإرادتك الأرض، ولما كنت وحيدا سويت الإنسان وكذا الحيوان صغيرا وكبيرا. أنت الذي حللت الإنسان بسوريا والنوبة ومصر، كل يتساوى في موضعه ينعم بحياته يأخذ حقا في العيش وفي الأيام، للكل لسان ويد وعيون. سبحانك أنت، لا شريك لك، لا إله غيرك. إخناتون، الكهنة يتآمرون عليك. أعلم يا أمتي. ماذا تنتظر إذن؟ الحق معي. وأنا أعلم أن الحق معك، لكن ماذا أخشى؟ هل أخشاهم؟ هل أتراجع؟ هل يتجلى الحق بهيا وجميلا يملأ كل العالم وأستسلم للباطل؟ خذ حذرك منهم يا ولدي، لن يرحمك الحق من شرهم. أعرف يا أمي، أعرف ما للكهنة من أنياب ومخالب، لكني لم أفقد ثقتي بالناس مهما حاصرهم زيف الكهان. سأواصل دعواي إليهم كي ينطلقوا من قيد الكهنة وقيود الآلهة الأوهام، ما بين إله جهم وإله محموم وإله صاخب، ما بين ألعاب الكهنة وعناء الأيام. لكن حتى تلك اللحظة ما زال الكهنة أقوى يا ولدي. هل تذكر أمي خونانوب؟ خونانوب؟
فلاح وادينا الفصيح؟ نعم، أول من علمني حكمة هذا الوادي هذا الشعب معلمنا الأول. فكيف إذن يا أمي يهزمني الكهنة فيه؟ كيف؟ لكن زاد سعار الكهنة، صار كما الإعصار بكل مكان حولي يتلوى. فرعون المارق والزنديق، فرعون وباء الطاعون، فرعون وباء الطاعون، فرعون غدو الآلهة المجنون، فرعون مدمر قدسية كل الأشياء، وباء فرعون المارق والزنديق سوف يجيء إليكم باللعنات، سوف يجيء إليكم باللعنات، بوباء الطاعون، ملعون ملعون. فرعون عدو الآلهة المجنون. وباء وباء. أمي أمي أتسمعين؟ هذا الأفاق الشرير الكاذب كاهن آمون جعل الشعب يثور علي، يلعنني، أنا من يلعن في الطرقات. ويلي ويلي، ينطقها الشعب، وعذابي كل عذابي كان لأجله. منذ عذابك من أجل الفلاح بوادي الملح، ذاك هو اللغز القاتل. لما يا أمي؟ اسمع يا أخناتون، لا حل سوى حل واحد يطرحه قلب الأم المفزوعة. قلبي يتصدع يا أمي، قولي. ارفع سيفك في وجه الكهنة، اسحقهم. أتقولين السيف؟ كيف؟ كيف أعظم هذا الشر بشر؟ لو أرفع سيفي أين تكون الكلمة؟ لو أرفع سيفي فسيهبط أول ما يهبط ليصدع أركان الكلمة، وتضيع معالمها وسط بحور الدم، ويضيع الناس معي في تيه مفزع. لو زال الكهنة سيصفى الناس وتزول غشاوات الأعين. هل يقتنع الناس إذا ما قطعت رؤوس الكهنة؟ هل أقف أمام الناس أدعوهم للحق بيدين مخضبتين دما؟ لا يا أمي، رب العالم هذا المنان، من أعطانا في هذا الوادي كل حنان، هو رب سلام، لن يرضى أن ترفع كلمته بالسيف. إذن اذكر خونا نوب. إن يا ربي، يا سر الكون المكنون، يا من أشرقت بنورك بعد، يا من مزقت بداخل قلبي ستر الظلمة كي أجد طريقا للناس، لا تلتفت بوجهك عني، لا تتركني وحدي في بيداء الشر. الليل ثقيل فادح، ما عاد مواتيني بالنوم، يأتيني دوما طيف الفلاح خونا نوب، أسأله كيف يكون الملهم ومعلم قلبي والقنديل هو ابن الشعب، ثم يجيء الشعب الآن ليخذلني. كيف؟ كيف يا خونا نوب؟ أجبني، كيف يا خونا نوب؟ هذا لغز قاتل، لغز قاتل، كيف يا خونا نوب؟ أجبني، أجبني يا خونا نوب، هذا لغز قاتل.
أجبني يا خنانوب، أجبني، هذا لغز قاتل، أجبني يا خنانوب، أجبني. من لي بهذا الرجل الآن؟ أجبني خنانوب. علمني الشعب بكلماتك ووقوفك إنصافا للحق، والآن هذا الشعب يصدق جند الشر بعد مجيئي لأخلصه من الأوغاد الكذابين النهبين، حين أنادي بإله واحد تحت سماء الرحمة. فكيف؟ كيف يا خنانوب؟ آه، تنكرني أهلك يا طيبة، وإذا فلا معنى. آه يا طيبة، أغرقك الكهنة في الكذب الأسود والأوهام، فأضعت المرفأ والربان، أسلمت فؤادك للطاعون، ألقيت الشمس ببحر الظلمات الممتد بلا شاطئ. يا أهل الوادي المنفيين، يا كهنتها الكذابين، يا هذا الليل الجاثم في الطرقات، إني أرحل يأسا. لا يا إخناتون. أمي؟ أنا من يرحل عن عالمكم، مت أنا منذ لحظات. لا لا، الآن أنا لا أدعو أن ترفع سيفك، لكن لو أنك حقا تذكر خنانوب الفلاح، ما نطق لسانك باليأس. فخنانوب معك. خنانوب معي. لولاه لما كانت دعوتك إلى التوحيد، لولاه لما كان وقوفك في وجه البهتان. قد قال خنانوب يوما: العدالة خالدة وكذا الحقيقة خالدة مهما طال الوقت وجثم البهتان. وإذا لا يأس إخناتون، لا يأس إخناتون، لا يأس إخناتون. أمي، تستسلم أو تقتل. قد قال خنانوب الفلاح: اعلم يا فرعون هذه الأرض أنك قاتلي، فليأتي الموت إلي فقلبي مستريح. لم أنصف، لكني أنصفت الحق بوجه الفرعون الأعظم. يترجع عن غيك أو تقتل. قد قال خنانوب: لن أتراجع حتى الموت، وسيتأكد أن الحقيقة خالدة. الآن أقول نعم. الآن نعم. الآن نقول نعم، كأننا بنوصل دلوقتي للرد. وكما تتلقى أولى الأسئلة مع نهايات الأشياء. موتي واستشهادك ما كان بغير ثمن. موتي نور وامتد إلى إخناتون لم يوقفه البهتان. وانتصر التوحيد، لحن التوحيد الصافي، ربط السماء بالأرض، امتد من الأول من جد الفلاح لحد الآن. كل الحلقات ممتدة وموصولة، وكانت جوايا عالرملة رقدت، والجرح في جنبي كان طاقة نور بتنور كل ظلام العالم، طاقة وطالب منها وجوه مصرية كتير. لقيت نفسي الحقيقية معاهم، شايلة آلاف الأعوام، خدت في حضن العالم، ملست على جراحه اللي بقالها زمان، من يوم ما قتلت أخوك يا أبيل، وتمجد بعدك اسم هابيل، رمز الأمل الإنسان في الحق والعدل والخير والسلام.
Thank you.